وحاليا اخويا في هذه الجائحه اللي كتعيشها بلادنا، الاحزاب كتبان لي بحال ناعسين اخويا. حنا كجمعويين وكفاعلين جمعويين تحركنا، ولكن ما لقيناش ناس اللي غيوقفوا معنا. وهذه الاحزاب يعني خداو واحد بحال غنقولوا واحد الحياد، يعني ما خرجوش للشارع، ما شافوش الناس، ما شافوش المشاكل اللي كيعيشوها الناس، يعني ما قاموش بالواجب ديالهم كما ينبغي. الاحزاب ولينا كنشوفو ملي كتكون شي حمله انتخابيه، من غير حمله انتخابيه ما كاين شي تحركات، ما كاين حتى شي حاجه، لا في اسواق لا في احياء، لا هذا الظاهره ما كنشوفوهاش ديال الاحزاب. يعني الاحزاب كتبان لي ما خداتش شي تحرك في هذا الموضوع. هادشي ما كاينش اخويا، هادشي ما عمرنا ما شفنا. هادشي غادي يقضيو حاجه ديالهم وتيمشيو بحالاتهم. بسعدهم هما وصافي، تيبانو ما تيقربوا الانتخابات، تيبانو تيجيو يدورو هنايا. بزاف ديال الاحزاب تيجي لابس معاك صندات الميكا، تيقضي الغرض ديالو وتيمشي بحالاته. ملي تتوقف عليه ولا شي حاجه ما كاينش، ما كاينش حتى تحسيس. بعدا في هذا مولاي رشيد منسي بزاف، منسي بزاف من جيت كورونا، اللي جا فيه المطر تيبقى في الدار. خويا نكذب عليك، الاحزاب ما متفقينش مع هادشي ديال كورونا، حيت هما كيقضيوها بالصلاحه ديالهم على قبل كورونا. دابا الاحزاب غيبقى يشوفوها المصلحه ديالو، ما غايشوفش الناس واش مدرب هذا المرض هذا ولا كورونا شنو غادير بنادم، هو كيشوف راسو. واش غادي نقول لك اخويا، الاحزاب راه ما مطابقينش مع هذا المرض ديال كورونا، حتى بنادم يشوف راسو، غايشوف تحبير راسو، شكون غيصوت عليه شكون ما يصوتش عليه، ما غيدويش معاك على كورونا. يقدر يقول لك حنا نحلوا السبيطارات نديروا شي حاجه على قبل هذا المرض هذا، ولكن ما تشوف والو منه، ما تشوفش شي حاجه. بالنسبه للاحزاب الاخ كما اشرتي ليها، كنشوفوا حنا غير موجودين بالنسبه لهذه الجائحه. يعني الاحزاب في المغرب كتبان لك غير وقت انتخابات ووقت يعني في الوقت اللي تيكون هو باغيك، اما الوقت اللي كتكون انت باغي ومحتاج ليه وفي هاد المشاكل اللي كيعيشها العالم ومنها المغرب، ما كاينش هو بتاتا. يعني شبه غائب، ما شفنا حتى مبادرات حزبيه. يكذب عليك كذاب اخويا، شي حاجه ولا شي حمله ولا شي حتى داك الجانب التحسيسي للوعي المواطن. يعني المواطن تيحاول مسكين تيدير شي حاجه من نفسه، الا قام شي حاجه راه تيقوم بها هو، ولا يعني الحاضي الله كما كنقولوا، اما شي حاجه راه ما جاتش منهم. وتنتمناو يعاودوا يجي يعاودوا يجدوا النظريه ديالهم، اللي بغاو يزيدوا بهذ البلاد القدام، اما لا بغاو ياخذوا هذيك الامور ديالهم ديال كما تيقولوا نعاس 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 هو ينعس وواحد ربط ماره وتيجي ياكلها بارده، راه ما عمرنا نوصلوا. هذا الشيء اللي نقول الاخ ديالي. ما كاين لا حملات اخا لا والو، ما كاينش اخا، ما كيديروش مالي هاد كيسميتو، ما تيديروش اصحاب الاحزاب ما كيديروش حملات، كيديروا الحملات تيكون كاين الترشيح عاد كيديروا الحملات. دابا الحملات شكون اللي كيديروها؟ هما الامن الوطني. هادشي اللي كاين صديقي، الاحزاب كنشوفوهم حنا في الوقيته ديال الانتخابات، ديك السيمانه ديال الحمله ديال الانتخابات، هادشي اللي كاين.